السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ هنتكلم النهاردة عن برنامج الريموت كنترول، وده البرنامج اللي بيخلينا نقدر نستخدم الموبايل بتاعنا كريموت كنترول لأي حاجة موجودة في البيت، بس أهم حاجة يكون الموبايل بتاعنا بيدعم خاصية الـ IR اللي موجودة في كل موبايلات شاومي. هنعمل خطوات دلوقتي مع بعض عشان نقدر نشغل التلفزيون والريسيفر. واجمل حاجه في الموضوع ان انت هتقدر تستغنى عن اي ريموت عندك في البيت وتستبدله بالموبايل بتاعك. الموضوع سهل يا شباب، تعالوا نشوف الخطوات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس. اول حاجه هننزل البرنامج اللي موجود في المرفقات، وبعدين نفتحه، ندوس اجري، نفتحه تاني ونديله كل الصلاحيات اللي هو هيطلبها، وبعدين ندوس على اد ريموت. هنبدأ الاول بالتلفزيون، هندوس على تي في، وبعدين يا شباب هندوس هنا ونكتب اسم التلفزيون. خلي بالكوا يا شباب عشان الحتة دي مهمة جدا. هو دلوقتي بيقول لي هل التلفزيون بتاعك مفتوح؟ انا لو التلفزيون قدامي مفتوح هدوس على كلمة اون، لو التلفزيون مقفول هقول له اوف. فانا دلوقتي هنفترض ان التلفزيون مفتوح، هندوس على اون. هو دلوقتي يا شباب بيقول لي وجه الموبايل بتاعك على التلفزيون ودوس على الزرار ده وشوف هل بيحصل حاجة فعلا على التلفزيون ولا لا. فانا هدوس كده، لقيت ان هو فعلا بيعلي، هدوس على يس. تمام، هو دلوقتي بيقول لي دوس على الزرار ده شوف فعلا بيجيب المنيو على التلفزيون ولا لا. فانا هدوس كده، لو هو بيجيب هقول لي يس، لو هو بيجيبش هقول له نو، هيبدأ يغير لي. هدوس تاني كده وهشوف لو فعلا في حاجة حصلت على التلفزيون هدوس يس، لو مفيش حاجة حصلت هدوس نو. هفضل معاه كده لحد اما فعلا الاقي الزرار اللي هو اللي انا بدوس عليه بيحصل فعلا على التلفزيون. لما الاقي الزرار ده هدوس يس. دلوقتي كده هو بيقول لي ان انت جاهز ان انت تقدر تستخدم الريموت مع التلفزيون بتاعك السامسونج. بدوس على الزرار ده وهو كده بيجيب لي الريموت، اقدر استخدم اي حاجه من الريموت ده. ده بالنسبه للتلفزيون. اللي اهم من التلفزيون هو الريسيفر. هنمشي على الخطوات وهنعملها دلوقتي مع بعض. هنرجع تاني وندوس على علامه الزائد اللي فوق على الشمال، هيجيب لنا الحاجات دي. ناس كتير يا شباب بتتلخبط في الحته ديت ومش عارفه تدوس على انهي ايكون من الايكونز دي عشان تقدر تستخدم الريسيفر. الريسيفر هو تشاينيز ساتلايت تي في اللي انا بشاور عليها دلوقتي. هدوس عليها كده. السهل هنا في الموضوع ان هو مش جايب اختيارات كتير، هو جايب لي اختيارين بس، فانا هستخدم اول اختيار. جاب معايا اوكي، ما جابش هستخدم الاختيار اللي بعديه. خلي بالكوا يا شباب احنا المرة دي هنوجه الموبايل ناحية الريسيفر وهنبدأ ندوس على الزرار ده، وزي ما عملنا مع التلفزيون قبل كده هندوس على الزرار ده ونبص على الريسيفر. لو لقينا الريسيفر بيفتح او بيقفل يبقى احنا كده هندوس يس، لو ما لقيناش اي حاجة بتحصل يبقى هندوس نو. وكل مرة بندوس نو هو بيغير الريموت اللي شغال عليه لحد ما بيلاقي لك الريموت بتاع الريسيفر بتاعك. هنفضل ندوس لحد ما نلاقي الريسيفر بتاعنا اشتغل، هنقول يس، وبعد كده هندوس هنا ويبقى كده الريموت بتاع الريسيفر كمان جاهز ان احنا نستخدمه. كده البرنامج بقى نزل عليه 2 ريموت، الريسيفر والتلفزيون. في اي وقت هفتح البرنامج هيكون قدامي الاتنين دول، اقدر اختار واحد فيهم واشوف انا عايز اعمل ايه بالظبط. مستني اقتراحاتكم يا شباب في الكومنتات، ياريت لو اي حد عنده اقتراح يكلمني وانا هرد عليه على طول. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس.